قصه عنتر. عنتر لاعب كويس؟ لاعب كويس جدا ولاعب مميز ولاعب هيكون له مستقبل ونتمنى له التوفيق في نادي الزمالك. قصه هذا اللاعب، الاهلي دخل في اللاعب، الاهلي دخل في اللاعب، الاهلي طلب اللاعب، الاهلي طلب اللاعب. دخل اللاعب والاهلي طلب اللاعب، وبعض الامور كان مبالغ فيها شويه، الاهلي وقف لغايه رقم معين ومحدد واتفق تماما مع اداره نادي الاسيوطي على انتقال اللاعب. فوجئ الاهلي بان اداره الاسيوطي بتقول له احد الانديه المنافسه عارض اكتر من العرض بتاعكم ومعليين نسبه البيع. على الفور النادي الاهلي قال ما بدخلش في مزايدات، ما فيش مزايدات بندخل فيها، ما بنعملش بورصة على لعيب. الكلام خلص، والكلام خلص من بدري، لأن لما تلاحظ إن في لاعب متردد، لاعب متردد مش واخد قراره 100% إنه يلعب في النادي الأهلي، موضوع بيتهيألي خلص. لما تلاقي لاعب متردد مش شريك وما عندوش الرغبة الكاملة، مش هقول التضحيه لان ما فيش لاعب بيضحي بالشكل اللي بنشوفه، لان اللاعب اللي من وجهه نظره شايف انه بيضحي قبل ما يجي الاهلي، بعد ما بيجي الاهلي بيعرف انه حصل على اكتر من اللي ضحى بيه في كل حاجه. ما تكلمش على الماده على فكره، ما تكلمش على الماده. لازم نفرق ونعرف ان الكوره قبل الصفقات بطولات، الكورة قبل الصفقات بطولات. وعارض تجيب صفقة توفق، وارد تجيب صفقة ما توفقش، وده مش معناه ان انا بفطس الصفقة اللي مشيت او بقول على اللعيب مش كويس خالص خالص، لكن بقول ان النادي الاهلي دايما بيدور على احتياجاته في هذا التوقيت. اللي لازم برضو تاخدوا بالكم منه بشكل جيد جدا ان النادي الاهلي ارتباطاته الافريقية الدوري حدث ولا حرك في الفترة اللي فاتت. الأهلي متصدر، أقرب فريق للإسماعيلي بنتكلم فرق 6 بونت، نزولا بقى ببقية المنافسين المحترمين. مش عايز أقول لكم إن الدوري انتهى، ما ينفعش نقول الدوري انتهى غير لما النقاط تكتمل ويكون الموضوع انتهى، لكن كلنا شايفين ومتابعين الدوري إن الأقرب إن شاء الله لحصد اللقب هو النادي الأهلي. هيبقى التدعيم، انت محتاج التدعيم في الفترة الجاية، والحديث عن الاعراض، انت عندك مباراة واحدة بس، مباراة واحدة بس في بطولة افريقيا من هنا لغاية كاس العالم في شهر 7، في شهر 6، مباراة وحيدة في دور 32 في شهر مارس في بطولة الامم الافريقية. تعدي المباراة، اخر السنة هتدعم براحتك، هتجيب اللي انت عايزه، عينك على صفقات. هي فين الصفقات السوبر الثقيله قوي اللي موجوده في الدوري؟ في عدد من اللعيبه مميزين جدا، لكن مين اللعيب اللي موجود بره مش موجود عندك في الفرقه تحس انه اميز من اللي عندك او هيضيف اكتر للي عندك؟ انت محتاج احتياجات، عندك طلب فاضل في خط الهجوم وطلب في خط الدفاع، دول في خلال 48 ساعه بفضل الله هيكونوا موجودين في النادي الاهلي، واسماء كبيره، وأسماء كبيرة. الأهلي مش هيعلي السقف، مش هيدخل في مزايدة على لاعب، مش هيفكر يكمل في لاعب عنده جزء من التردد. لو 100% مش عايز النادي الأهلي بيتقال له شكرا خلاص، ما فيهاش، مش محتاجة. الأهلي بيجري وبيتمسك باللاعب اللي هو متمسك بيه. كنت بسمع الكابتن عادل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي، وتحديدا الكابتن عادل قال اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي ليه مواصفات معينه، لازم يكون شرينه. الراجل قال كده بالظبط، ودي جمله عجباني جدا، لازم يكون شرينه. واضح جدا جدا ان النادي الاهلي او لجنه الكوره او الجهاز الفني دايما بيختار اللاعب اللي شرين. اشاور على لاعب لو مش شريني خلاص. ودايما بقول لكم العبره بالبطولات، مع احترامي للصفقات، العبره
بالبطولات مع احترامنا للصفقات وان حقنا كلنا وحق اي حد انه يدعم. طيب اتحاد الكوره لو انتوا فاكرين من كام يوم قال لك قائمه الموسم الجاي 25 لاعب، قائمه الموسم المقبل 25 لاعب. ده معناه ان انت لازم تبقى حذر جدا في شراء اللعيبه في هذا التوقيت وتجيب احتياجاتك، وبدايه السيزون تجيب احتياجاتك عشان قيمتك تبقى 25 ومقفوله، لانك مش هتجيب لعيب النهارده في موسم الانتقالات الشتويه وتمشيه بعد 3 4 شهور. عايز اقول كلمه للكابتن عادل القيعي. كابتن عادل القيعي هيفضل واحد من اهم الاسماء الكبيره اللي بتتعامل مع الصفقات والنجوم. وان الحديث او اعاده تقييم او كلام على الكابتن عادل القيعي ان الراجل ده كبر، ده الثعلب، وهيفضل طول عمره الثعلب، والكتاب عنده ما بيتقفلش. ولو فتحت الكتاب عند الكابتن عادل القيعي هتفتحه من سنين. الصندوق الاحمر ده مليان كواليس. مهندس عادل القيعي الصندوق الاحمر ده مليان كواليس للصبح، كل صفحه فيها حدوته وكواليس. الكتاب ده اخره فين؟ لسه بدري، لسه بدري، لسه الكتاب فيه صفحات فاضيه كتير هيتكتب فيها اسماء كتيره جدا جدا. لكن مش اي اسم يتكتب في الكتاب ده، مش اي اسم، مش اي اسم يتكتب في الكتاب. هو الراجل نفسه وانا سامعه قال في شروط، في شروط، تخش معايا في المزايده، تخش بتاعه وتكسبني، شابوه يا سيدي، الف مبروك عليك، حقك تفرح. لكن تبقى انت عارف انك انت بتفرح عشان انا سبتك تعمل فرح، انك انت بتفرح عشان هي العروسه كان عندها عريس واحد ما كانتش الناس بتخانق عليها، العروسه حلوه زي الفل، مبروك على اللي خدها. كلام واضح والرساله واضحه، وهكرركم الجمله اللي انا قلتها دائما: الخواتيم والنهايه والعبره بالبطولات قبل الصفقات، العبره بالبطولات قبل الصفقات. وبقول لكم ان خلال 48 ساعه هيكون في صفقتين ان شاء الله محترمين وفقا للاحتياجات اللي عايزها الجهاز الفني.